مخططه في الاسلوب دي. اسلوب بسيط جدا، طريقه عاديه جدا، بس في نفس الوقت ملامح مصريه بسيطه بتعرف توصل كل ده وبتعرف تحتوي كل الطلبه دي. لا، علمتني كتير. ده شرف ليا والله، شرف ليا بجد. الامر الذي جعلها تصر انها تراسله عبر صفحه البرنامج على موقع الفيسبوك بغرض لقاء الروائي عصام يوسف وحضور حلقه من حلقات البرنامج. معانا ضيفه عزيزه علينا جدا، عبير. منورانا في الاستوديو عبير. يا رب يديمها عليك نعمه. اتمنى في يوم من الايام اني اكون ربع الشخصيه اللي انت فيها. فكرت ازاي في فكره انك تيجي تزور العبقره؟ بالصدفه انا لسه عامله اكونت فيسبوك الاسبوع اللي فات. اول حد عملت له اد كان صفحه حضرتك. برضه بالصدفه قعدت اقول هو انا ليه ما بعتلوش اد وليه ما اشوفش الشخص ده فعلا في الحقيقه زي ما هو في البرنامج ولا في حاجه غلط؟ للامانه يعني. فبعت الاد، بعدين بعت رساله على الماسنجر قلت حاجه، انا نفسي احضر البرنامج. كنت متوقع ان انت يا اما مش هترد يا اما هتشوف الرساله وتتجاهل. بص سوء النيه، سوء النيه، يا نهار ابيض على سوء النيه، مش هرد يا اما هشوف الرساله واتجاهل. عصام يوسف بعد ساعه رد على رسالتك وقابلك وحقق لك امنيه كنت فاكراها وهم. على العموم انا عندي لك مفاجاه. العباقره فتح بابي. بمعنى؟ بمعنى لو عايزه تقدمي وتشتغلي معانا في العباقره. طيب وانا عندي لحضرتك مفاجاه. اهلا وسهلا. انا عندي عايزه حاجه ثانيه. انا عندي لحضرتك العباقره فاتح لك بابه وبيقول لك اهلا وسهلا. طيب اوكي، من غير ما انت تطلبي احنا اللي بنقول. طيب اوكي، بابنا مفتوح. طيب عايزه تشتغلي معانا اهلا وسهلا. طب انا عندي حاجه، نعم. احنا ما بنهزرش. اوكي، احنا سالين لغايه دلوقتي فوق ال 8000 سؤال، كل سؤال متراجع، كل سؤال مدروس. الخطا وارد، وارد، بس احنا بنجتهد جدا جدا. ليه؟ زي ما انت قلتي احنا بقى علينا مسؤوليه. أوكي. مسؤوليه قدام مصر كلها، قدام العالم العربي كله، فاحنا بنراجع الاسئله وبنشتغل جامد جدا جدا. فانت لو عايزه تجتهدي معانا اهلا وسهلا، يلا. انا موافقه. بس انت موافقه؟ الحمد لله. عبير، هديتنا محبتك ومشاركتك كانت مهمه بالنسبه لنا. باذن الله نشوفك تاني وانت محققه كل احلامك ونفرح بيكي ومعاكي.